يعني للتوضيح انه انا ما جاي اليوم حتى ادافع عن الحلبوسي. الحلبوسي عنده ناس اللي يدافعون عنه، احنا لانه الاخوه صار لنا سنين عندما نختلف مع مشروعهم يتهمونا باستقلاليتنا، فلذلك يعني وجب التنويه. استاذ عدنان، إقالة الحلبوسي قبل الانتخابات بسبعة أشهر يعني أنا أعتقد مو بصالح العراق ولا بصالح العملية الانتخابية اللي جاية. مو بس أني، أنا أنقل وجهة نظر الشارع. يعني الشارع اليوم مستغرب من هذه الحركة. يعني شنو قبل الانتخابات بسبعة أشهر أنا أجي أقيل رئيس مجلس نواب؟ إلا إذا عندي شغلة، عندي أنه أريد الانتخابات ما تكون مبكرة، ترجع إلى موعدها الأصلي. وهذا سبب أنه الأخوة يبدو أنهم أدركوا أنهم يعني ما عندهم جمهور، ما عندهم قواعد شعبية يعتمدون عليها بالانتخابات. وبالتالي إجا قانون الانتخابات هذا ضر مصالحهم، فبالتالي ذهبوا إلى تأخير العملية الانتخابية من خلال إقالة محمد الحلبوسي. وقد يكونون اتفقوا مع كتل أخرى على تغيير قانون الانتخابات، ما نعرف شنو اللي في نوايا الأخوة. هو إقالته ما راح يغير شيء بقانون الأحوال. الانتخابات أكو مواقف أكبر، يعني قانون الانتخابات لا ممكن خلاص. شلون؟ لا ممكن يطرحون قانون انتخابي جديد. يعني هذا اللي يرمو له. أنا بالنهاية أستاذ عدنان، أنا أقول أنه عملية الإقالة هي أجت من يعني من جهات داعمة، يعني أكو من فجر الموضوع، تبنى الموضوع الجبهة العراقية، تبنت الموضوع أو تحديدا السيد أسامة النجيفي، ثم تلاحقوا باقي القادة وشكلوا الجبهة العراقية. ولكن لكل منهم سبب،